السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وصحابي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحب اشكركم في الاول على الدعم اللي انتوا بتدعموه لي، والاشتراك في القناة الحمد لله بيزيد يوم عن التاني. طبعا انا طب مستمر طول ما انتوا بتدعموني وطول ما انتوا بتشتركوا في القناة. واذا عجبكم المحتوى دوسوا لايك، ما عجبكوش دوسوا ديسلايك، المهم تقول رأيك في المحتوى. يعني ان شاء الله باذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن الجزء الثاني من كتاب الوعد اللي في مسلسل المداح. طبعا كتاب الوعد في مسلسل المداح ظهر بظروف بحروف عربيه مقطعه على طريقه علم الجفر. الطريقه ديت ايات قرانيه، واللي ظهرت كانت ايات قرانيه، وده حبكه دراميه اتأثروا بيها نتيجة الخزعبلات اللي أدخلها الناس اللي بيسموا نفسهم روحانيين على الناس الغلابة العاديين اللي معرفوش حاجة، ما عندهمش علم عن حاجة. ازاي أدخلوها؟ قالك بس انت بتقرأ آيات معينة في القرآن وبيبقى معاك خدمة ومش معاك خدمة، والكلام ده كله أصلا ملوش أي أساس من الصحة. اي حد روحاني يجي يقول لك ويسمي نفسه روحاني ويقول لك انا معايا خدمه ومش معايا خدمه، تعرف على طول انه كذاب. لان ولا الشيطان ولا الجن المسلم خدامين ليك خالص، ما تقدرش تسخر حد فيه. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كلم الشيطان قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هما دول بس اللي هيبقى ليك عليهم سلطان، ايه هما؟ ان هما بيتبعوه، الا من اتبعك من الغاوين. يعني الساحر لما يجي يحضر شيطان مش هو اللي بيبقى ليه السلطان، الشيطان هو اللي بيبقى ليه سلطان عليه، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيسخر شيطان وبيلعبوا بيه زي السحره كده ويقول لك انا معايا خدمه ومش معايا خدمه، الكلام دوت مش حقيقي، هو ولا خدام ليه ولا اي حاجه. طيب الجن المسلم، الجن المسلم ولا خدام ليك ولا بيبقى عايز منك اي حاجة، بالعكس هو بيبقى موجود زي ما قلنا قبل كده، بيحضر في المكان كثير الذكر طاعة لله، وعشان بيحب مجالس الذكر، بيحب الناس الأتقياء، بيحب يستفيد من طاقتهم اللي بتبقى موجودة، بيحب بيشوف الهالة بتاعتهم اللي بتمتد لمسافات بعيدة نتيجة النور اللي ربنا بيديهولهم. عشان كده مفيش حاجة اسمها خدمة، مفيش حاجة اسمها روحاني، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، كل الكلام ده دجل وضحك على الناس. أما بالنسبة للحروف المقطعة اللي ظهرت في كتاب الوعد، فهي الحروف المقطعة ديت من علم الجفر. وعلم الجفر احنا زي ما قلنا قبل كده انه علم بيحول الحروف لأرقام، ولغة الكون اللي احنا عايشين فيها كلها أرقام. علم الجفر تقدر تستخدمه في حاجات كتير قوي، من ضمنها حساب الايام والافلاك والاجرام السماويه والنجوم والكشف وغيرها كتير جدا من العلوم. علم الجفر ما ممكن تستخدمه صح زي وزي اي علم، ممكن تستخدمه صح ممكن تستخدمه غلط. الدكتور لما بيتعلم الطب مثلا ممكن يبقى دكتور كويس يعالج الناس، وممكن يبقى تاجر اعضاء يبتر اعضاء الناس ويبيعها. فاي مجال او اي علم ممكن تستفيد منه في الصح او في الغلط. علم الجفر انت ممكن تكتب بيه اوفاء، الاوفاء دي اوفاء تحمي في نفس الوقت، هي نفس الاوفاء لو انت ضفت عليها شويه حاجات تبقى طلاسم وتضر وتاذي وتحضر وتعمل بلاوي سودا. فعلم الجفر زي اي علم، هو مش سحر خالص ولا عمره كان سحر، لكن انت ممكن تضيف عليه شوية حاجات يبقى سحر. زي لما سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مات، كان قاصف بن برخية الكاتب بتاعه كان بيسجل وبيدون كل الأدعية اللي كان بيدعيها سيدنا سليمان، اللي هي الدعوات السليمانية. زي كل الأنبياء ليهم دعوات معينة ربنا علمها لهم سبحانه وتعالى عشان الدعوات دي يكون ليها تأثير وما بتترفضش، زي اسم الله العظيم وغيره من الأدعية. الشياطين عرفت مكان الكتب ديت،
لما عرفوا ان سيدنا سليمان مات واستولوا على الكتب ديت، وبدأوا يضيفوا شوية حاجات على الدعوات ديت لغاية لما بقت كتب سحر، وشاعوا بين الناس وقتها ان سليمان عمل ملكه اللي هو فيه دوت من السحر، وهو ده اللي ثابت عند العقيدة اليهودية ان الملك بتاع سليمان عمله بالسحر. وربنا سبحانه وتعالى برأه من فوق 7 سماوات، قالك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. فأشاعوا ما بين الناس، ضافوا شوية حاجات على الدعوات ديت فحولوها من كتب أدعية لكتب سحر. كذلك علم الجفر انت ممكن تستخدمه في الحاجات الكويسة، وفي نفس الوقت لو ضفت شوية حاجات بسيطة على مثلا وفء معين يبقى طلسم ويبقى سحر. وده الفرق ما بين العمل الطيب والعمل السيء. بكده نكون خلصنا سلسلة المداح، وان شاء الله بإذن الله هنتكلم على حاجات تانية وأحداث تانية جديدة. ياريت تدعموني، تشتركوا في القناة لو عجبكم المحتوى، أنا محتاج لدعمكم عشان القناة هتكبر بيكم إن شاء الله. بس كده خلصنا الفيديو، كان معكم ممدوح المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.